كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة دويتوش فرائض الجمعة بوغش متي حقه شوي. تتكون شعيرة الجمعة من فرضين، تتكون خل شعيرة الجمعة رزبا عادت أق تريموني أبريد بوغدوك إذا من فرضين شين فرضنخ. هما إشي فرضة أساس هذا الركن الإسلامي العظيم. وقبو سلبا خلالو سيلا خلالو ركننا أوت ركننا بوخ بوخ إشي بوخ أسنوي بوخ. الفريضة الأولى حلخ الفرضة وتروز بنا خطبة تاني خشي خطب دو، ولهما شروط وتشين خطبنا بيخك مشبو شروط شدو وثبوش هي إذوش. حلخرناك أن يقوم الخطيب بيحكم بو وشرط دو أن يقوم الخطيب فيهما إشي خطب دوش خناح يخطب دوش ورق خطيب أقلت شخلر دو دهوة تنلت شخلر دو إن استطاع تنيت قاتح موقش أولوش تنيت قوتش أولح أق ويفصل بينهما بجلوس أق أتى شين خطبة يقح تو يقص تاريو وحخارت. وذلك إذا لما رواه مسلم زيتا حديث دولون ديدو في صحيحه شي صحيح شوح عن جابر بن سمرة سمرة كان جابر رضي الله عنه الله ريت خليلتن أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما أنه صلى الله عليه وسلم كان ديل الجور ألا يخطب خطبتين شاشي خطب ديوشش يجلس بينهما تشين يقع وحأخوش. وكان يخطب قائما دهوة لاتش ورش خطب ديوشر توب أخته. وروى البخاري سديتا ومسلم سديتا عن ابن عمر عمر كانت رضي الله عنهما قالت وإلير كان النبي صلى الله عليه وسلم فيمر ور يخطب قائما دعه تي خطب ديوش ثم يقعد تودع وحو أرئذ ثم يقوم تودع حلق واتي أق كما تفعلون الآن أخينس أش مدرة يخطب حلق واتي شواز لخوت بديو شرط وقال حالخر شرط درئيس شواز لانك أن لا تؤخر عن الصلاة خطبة لامزل تيحتت مقرداس بوخو لامزل حالخ ديش ديز. وذلك للاتباع المعلوم إذ هندو ألشه وين دويش دول مصار دويش دولو أق دويش دول شومانا تيحوازر ندو إذ بوخو من مجموع الأحاديث الواردة في الجمعة أق الجمعة روز بديوش ديح كان خيل دولش دولشو ديريك حديث شكاح ولي أق أسيوق إح بيمر عليه الصلاة والسلام أق دعه تي خود بديوش خلير ولي إجماع المسلمين بيمر روز بدن حال خود بديوش خلير ولي إجماع المسلمين على ذلك أق بوصل نخ بيرتق بغن ديله يخوت با روز من الحلق دوش خلر ديح قواز دانك وتخوت من بيخك مشخه أن يكون الخطيب يخوت بدوش ورق خلر دو طاهرا تسين من الحدثين الأصغر والأكبر جمع دو قاتش حدثيخ
okudu. Lamız karar del sekiler ö liçert edvecen sekiler. Bu lamız karar oluş liçert yahdoç helviyiz iz. Ve min necasetin gayri ma'fubin an haşin geçte diye şulçe necis yehtin helviyiz iz. Fi thawbi şey bedel ya ve bedeni şey diğ ya ve mekani şey metkeh. Ve nekuna satir el avreti avret hudin helviyiz iz bak. İzil hutbatu hund elçi hutb dolun deyle ke salati lam ziktir. Ve lizalika sun deyle kânetil hutbatani işi hutba duboku ivadan ani rekaateyni min faridati el zuhri aqa diyel kalamaz farz diyel kalamazına şin rekaat mehtedu işi hutboku faşturit alaha otsa شين خطبنا بيحكم بنا ما يشترط للصلاة لامزا بيحكم بيشدرهم قدر درج من الطهارة سنو يرزبو ديغت ان خلر لامز كراح خلر بدرت ان خلر ونحوها اسن درج دو الظانق ان تتلى اركان الخطبة باللغة العربية اتسا روزبنا اتخطبنا اركان شيشردو عربي متح على الخطيب خطب دي شغل شون تيعدو أن يخطب شا خطب دي شر باللغة العربية عربي متح وإن لم يفهمها الحاضرون وثأروزني بيحك نرش أتنا اختقي تاح فإن لم يكن ثم أقا أتروز بني وين واتح من يعلم العربية فإن لم يكن ثم أتس شهر يحواتح خطب ديش من يعلم العربية عربي محتخو شورك عربي محتخ خطب ديش ومضى زمن أمكن خلاله تعلمها تأق إي أتس خين شوح عربي محت عامو أق ترلو شل خن يالح أثموا جميعا مسار نقخير دو ولا جمعة لهم تي رزب خردات بل يسلونها ظهرا ديال لا مزيد تربوخ يرتاح يغالح عربي متاح خوط بديش خوشة سقواتح شي متاع دويشر دبوخ إذا ملخين شو دويشر دبوخ عربي متاح إعامة دينا عربي متاحة ديش ترلو شل تخين شوح أما تخين شوح يستعمو عام تدح مصير نقا أخير دو عربي محتعام بح مصير نقا أخير دو روز بأخير دو دا تير أقا ديال الله مزير دو تربوخ أما إذا لم تمضي مدة يمكن تعلم العربية خلالها أما شين شوح عربي محتعام بح ترلو شل إخان سيالح ترجم أركان الخطبة باللغة التي يشاء وخطبا أركان شنا شين لوش متي ترن قوش دينا بريو دينا أقدوشر دوثو وتخين شوح وصاحت بذلك الجمعة جمعة رزبة نيس خير دو تيربوخ خي الظانك الموالاة بين أركان الخطبة وخطبا أركان شنقح مش تتخلردو أشريد نست بسليد وتر نست مش تتا يقخن سيولتش تت مش يشردو وبين الخطبتين الأولى والثانية حلغر شاء شوالغر شاء وشين خطبة إشي خطبة تت دي يشردو وبين الثانية والصلاة إشوالغر دولشتولو خطبي لا مزي إشي تتخلردو يقخن سيولتش فلو وقع فاصل طويل في العرف عاد تح يخلور شلخن ولج وتيوقي بين الخطبة الأولى والثانية حلخر شي شوضغ شيني وشين خطبة نيوقي وبين مجموع الخطبتين والصلاة يوم شين خطبة نيلامذ نيوقي لم تصح الخطبة إي خطبة نيس خرداس فإن أمكن تداركها إذا قد أقت أديش تقي أو ترلوش دلح
وجب ذلك واجب دم وقول خيت أخد بعد يشة لا مدروس بن لا مدل خني لا واجب دم وقته وإلا داتح انقلبت الجمعة ظهرا أختي روز بزارة تي روز بن ديال غلامة خير دو شي ديال غلامة دير دو سار بوخ يالخوزانك أن يسمع أركان الخطبتين وخطبا أركان شخزر دو أربعون شوطننا ممن تنعقد بهم الجمعة شيت روز بعد يخكوش بودو شاريخ شوطننا وخطبا أركان شخزر دو ثم توتيا إن للخطبتين أركانا هنت خطبا أركان عربي متعية شيت إلرقو أقعد خطبا أركان شيت واظهر هي إذوش حمد الله تعالى دال خاستن بردو بأي صيغة كاب كان ملخشة أخ كيب أح إدلاح ملخشة فورم أح إدلاح دال خاستن بردو الحمد لله أهل شو الله نك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصلوات بأمر صلوات دلردو ملخشة صيغة ملخشة كيبرت كيب أحسن صلوات دلردو بشرط بحكمة بوقو أسلوبهم أن يذكر اسمه الصريح وصفايا مرا عليه الصلاة والسلام قيقن بلغة تسنة تسيح قيسو بوخ كالنبي فايا مرا أو رسول أل أو محمد أل صلى الله عليه وسلم فلا يكفي قاش ويريات ذكر الضمير ذمير حخور بدلا من الاسم الصريح أقعن يوشو تسرمتنا زمير حخورو قاتو يلياس اللهم صلي على محمد ألج اللهم صلي على نبيك اللهم صلي على رسولك الاشت أردو بوغسو اللهم صلي عليه ألج مثلا أسو قاتو يلياس بوغو زمير قاتو يلياس قوزلاخ نجا ات خطبا اركان شخ الوصية بالتقوى ديل خير سويسية دردو بأي الألفاظ والأساليب كانت ملوخ شاكية باح ملوخ نوق إدلاحة فهذه الأركان الثلاثة أخين وحاخين خلو شولو فرقو ركنا أركان ركن شوش لكل الخطبتين لكل الخطبتين شن خطبنا لا يصح نيس خردات كل منهما أو شن خطبنا خورة إلا أقا شن خطبنا خورة إلا بها أس أركان نيس خردات بوكو يؤذ الله يغشل ركنا قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين وشن خطبنا تحن ينجح قرآن شر آية دي شردو ويشترط بيحكم بو أن تكون الآية آية خضر مفهمة قيتش خضر دو إذ وواضحة المعنى شي معنى قيقن دوش بيلقل دوش فلا يكفي قراءة آية من الحروف المتقطعة خضر دي شردو إذ قذح أوائل صوري فلا يكفي قاتش ويليات قراءة آية آية دي شرو من الحروف المتقطعة الحروف المتقطعة أولق ألف لام ميم إسندر شتولو إشتول آية دي شرو قاتش ويليات بوخو متقطعة خيو دي شتولي تسميتش جاه بيتشتني غاب دمحسن فخي أزلاح دولو شيول شلركنا الدعاء للمؤمنين بصلنا دعا دردو في الخطبة الثانية شوالله شخط منجح بما يقع بما أوسو منسى يقع علي شين تيوش خليولو اسم الدعاء دعنا تيه عرفنا عادتيح إذا يشب خيروكنا وسخوت بنا أركانشا الفريضة الثانية شوالله دولشت الفرض حلو يحنت إيلر قوية أقا إيروز بنا إتسليموني وذا
çünə şin farznaha işt qoç xulş du izən hal xarna gizə şi xud haxir vay o çin xud bana çün erkan şuruç haxir vay kin şu Allah doğuştu fariyadat farza izə salatu rakaatayn fi cemaatin cemaatsa şi rakaat la mazdar du boğu روى النسائي سيتن عن عمر رضي الله عنه ألا رئيس خليل قال سويدر صلاة الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رزبا لا مز شركة عدو ويبايمر عليه الصلاة والسلام مسحة وحائل وجاء في حديث أبي داود السابق حلق وديث أبو داود أخذيتا حديث يحديئا فيمر قال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب رتبة واجب دولش حق دو على كل مسلم هو ربص وسجد يح في جماعة جماعة يح وعلى ذلك إن عقد الإجماع جماعة دادية خلال يح إجماع بيرت يغنبا علم نخ بيرت بغن وإنما يشترط إدراك الجماعة بركعة واحدة منها وإنما يشترط بيحكم بو إدراك الجماعة أقا جماعة إقئر بركعة واحدة منها وثلث نفس حركة دين فإن أدركها أقا صحن ركعة حوت إقئح أقا صحت يروث بنيس خردو وإلا تحركة نائت إتسقئح وجب تحويلها ظهرا توديا غلام الدير دوتنخ يا روز بعد عدو أخكر دوتو شاد حركة عتنا تقي أنواتي شين خيشة إذا ديال قوتش دان إني يتدينا ديال قوتش دير دوتو بوخ ديال قني حوضر دوتو ويجب واجب دو أن لا يقل المقتدون عن 40 أقص إماما تعلي أشبير شلط أن اللخر تخذر إذا واجب دو ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة الشيطة روز بلامز ديخ كلوش بيرش خيل بيدش دلعص مثلا تعي بخيت مثلا بورش تك ولش تسرسان مثلا تشي شيلي يشي قبيري إش تاخيتن بلا أتن قاش وخير يأتون دي البوخ وممن تنعقد بهم صلاة الجمعة شايت روز با ديخ كلوش بولنا خيل بيدش تاخي شوطا وعلى ذلك انت اتحرك عت ددي بيخن شو تدوخ شو لو جاء مسبوق مسبوق قول لا مد عديخ كان امام لا مد امام تونت يعبرش لا مد يشبوش حاوي انت اخوات ويل شو نار مسبوق قول مسبوق حاوي انا فاقتدى بالامام امام انت يحث ولا مد عديخ في الركعة الثانية شو وضغش ركعة يح صحت جمعته تنا روز بنيس خردو وقام بعد سلام الإمام إمام سلم ديال شوطيح حلغتنا فأتى بركعة أخرى متممة شوظلق ركعة قدير دوسو قوش ديش أما إن كان أما إن أدركه بعد القيام من ركوع الركعة الثانية أما إن مسبوق حأوئنا إمام شوظلق ركعة ركوع حلوي ان شوط يعيد اخوه طلع بوقو لم تقع صلاه جمعه تن لا مدروس بلوردات وانما يتم بعد سلام امامي ظهرا شي امام سلم دل شوط يعد يغلامز قوش دير دوتو بوتو وعلى ذلك ايضا اشتت ادوخشا لو اقتدى المصلون بالامام في الجمعه لا مزد يشبرش مقتدى أقلو اقتدى المسلون لا مزد يشبرش اشت إح خوش لا مزد إح كنت إح خيتش إماما رزبا لا مزد رزبا لا مزد نجح وأتم معه ركعة سيرسة وست إح لشار وست إمام سانت حركة عدش ثم طرأ سبب اقتضى مفارقة المسلين أو بعضهم للإمام أو بعضهم للإمام تحنبحنا أنت إماما إعلاما ديخ كنرشتونا داق أسش يتاري أختحبرش داق أسش أق
ثم طرأ سبب اقتضى مفارقة المصلين أو بعضهم للإمام وإتمام كل منهم صلاته لنفسه مفردا هورمو ثم طرأ سبب أبحن خلتش وش دالش اقتضى وتبحن وليوخش تأدوجوش مفارقة المصلين إماما إعلام ذيش برشا يش إماما دعق أستر أو بعضهم يساري اختحبرش للإمام إماما تحر دعبولر وإتمام إشتا أثبحنو ليوخش قوش در كل وإتمام كل هورم قوش در ليوخش منهم تاريخ صلاة وشيلام لنفسه أقا مفردا شا تعوض شا فإن جمعتهم وقضى تير جمعة صحيحة نيستو تحرك عتا تير إمام سينح أما لو طرأ هذا السبب أق بحن تأداغح قبل انتهاء الركعة الأولى حلخ الركعة تشقد لحلخة فإن صلاة إمام تسع ركعات تسار دامس تدينيح فإن صلاتهم لا تصح جمعة تير دامس روز بلورر دات وتنقلب في حقهم ظهرا تير حقح ديال قدامس خردو تنخ ودليل ما سبق أصحاله دالشن دليل ما رواه النساء سدي سنرقو وابن ماجه سدي سنرقو والدار قطن سدي سنرقو عن ابن عمر عمر عن ابن عمر عمر كانت خلا ريد خليل تشنينا قالت هو إيلير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إرشنو إيلير من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته من أدرك شاتقي نرق من الأول ركعة تحن ركعتنا من صلاة الجمعة روزبا لامز تحن ركعة وغيرها روزب دوح تشقيش لامز تحن ركعة فليضف إليها أخرى تو قتعق ركعة تتوخي قتعق ركعة دولتو وقد تمت صلاته وإديتش لا مذا قوتش خلال وخمت تحقات شو يدو دادو غلحة آداب الجمعة وهيئاتها تأخذ رضبا آداب شغل قشتنا كتش دوش من تحقات شوي أقا أقر كويرتنا جاي رضبنا رضب واجب خلشتول شروط أشأة رضب صحيح خلشتول شروط أشأة رضبا فرائدش حقنا وي أقا دائما قلحا ويا دين دي ساعة إدوخ در سنجح أقر آدا مش هيئات شحخ وردوي دائما قلن خيتم بويل ويخو آخر دعوانا الحمد لله رب